هنا في شبهة الآن انتشر بعض كلام بعض الناس بسبب تداخلهم مع الملحدين والكفار والدراسة عندهم والاطلاع على ما عندهم، ويريدون بعض الشبه. يقول لماذا يقبل الحجر الأسود؟ أليس في تقبيل الحجر الأسود شبه بعبادة الأحجار والأصنام؟ الجواب لا، ليس في هذا الشبه أبدا، لا من قريب ولا من بعيد. فلا يقع في قلب المسلم أبدا أنه يعبد الحجر الأسود. تعبدون الله ولا تعبد الحجر الأسود؟ نحن نعبد الله ولا نعبد الكعبة؟ نعبد الله عز وجل. تقبيل الحجر الأسود أو الطواف بالكعبة نفسه أو السعي بين جبلين الصفا والمروة ليس عبادة لهذه الأحجار، وإنما هي عبادة لله تبارك وتعالى. أمرنا أن نطوف بالبيت، شرع لنا على سبيل الاستحباب تقبيل الحجر الأسود أو استلامه أو الإشارة إليه باليد اليمنى، ما نعبده. كما أنا لا نعتقد أنه ينفع أو يضر، لا، ذلك الله عز وجل، وإنما نفعل ذلك عبادة لله تبارك وتعالى. كما واحد يركع ويسجد، لماذا في كل ركعة؟ في كل ركعة ركوع واحد وسجدتان، أمر تعبدي. لماذا يبدأ بالركوع ثم يعتدل ثم يسجد سجدتين؟ لماذا ما يسجد سجدتين ثم يقوم ويركع ويعتدل؟ أيهم مقدم، الركوع على السجود ولا السجود على الركوع؟ ها، الركوع ثم السجود. لو تعمد أحد وركع قبل أن يسجد بطل الصلاة. لماذا؟ ما في جواب لماذا غير أن نقول إيش؟ هكذا أمرنا. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، أرسل الله محمد صلى الله عليه وسلم بهذا، وقال صلوا كما رأيتموني أصلي. فإنما يطاف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة، والوقوف بعرفة والمبيد مزدلفة ومنى ورمي الجمرات، كل ذلك إقامة ذكر الله، طاعة لله، ليس عبادة لهذا المكان ولا عبادة للأحجار، بخلاف من يفعل من أولئك الذين يلتمسون البركة ويعتقدون أنه ينفع ويضر، هكذا يفعلون. أما المسلم إنما يطوف بالبيت ويستلم الحجر الأسود عبادة لله وطاعة لله، لا اعتقد أنه يعتقد بهذا الحجر شيئا. والحجر الأسود أصله من الجنة، وكان أبيض كالثلج، يقول بذلك الرسول صلى الله عليه وسلم، وسولته خطايا بني آدم. وليس كل ما في هذا المكان زاوية الكعبة هو الحجر الأسود. الحجر الأسود عبارة عن قطع صغيرة، وإنما هذا يعني القاعدة وضعت حتى يلصق فيه الحجر الأسود. لذلك اللي الله يوفقه ويدخل يقبل يجد فيه نقط سوداء أغمق من غيرها، هذه هي الحجر الأسود. واستلامه طاعة لله عز وجل يحط الذنوب، ليس بذاته، وإنما من يفعل ذلك طاعة لله فربنا جل وعلا يغفر له ذنوبه. كما الذي يذهب ويحج من حجة فلم يرفض ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدت أمه. يعني الكعبة هي اللي حطت ذنوبه ولا الله الذي يغفر له؟ إن الله يغفر ذنوبه جميعا، لكن إذا فعل هذا الفعل استلم الحجر الأسود، قبله، طاف بالكعبة، سعى بين الصف والمروة، فإن إيش؟ هذا السبب لغفران الذنوب، والذي يغفر الذنوب هو الله سبحانه وتعالى، ومن يغفر الذنوب إلا الله. نعم. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه كم مرة مفروض على المسلم أن يحج المستطيع في العمر؟ مرة واحدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رجع في ذلك، إن الله كتب عليكم الحج فحجوا. قال يا رسول الله في كل عام؟ فسكت. في كل عام يا رسول الله؟ ثم قال لو قلت نعم لوجب ولما استطعتم. إذن يجب مرة واحدة ليس في كل عام على المستطيع. نعم.